من الخرافات التي صدقها الشعب المصري المسلم ان في حاجة اسمها الجيش المصري. الجيش المصري؟ الجيش المصري. لكن بالبحث فيما تسرب من سجلات العسكر التي يحطونها بسرية شديدة منذ 200 عام حتى الآن، الوثائق الرسمية ومراسلات الجيش نفسه مش مفرج عنها لحد النهاردة، اتضح أن وراء هذا الجيش سر خطير جدا. أي شخصية مدنية أو عسكرية تطلع عليه أو تطلع على جزء منه يقوب العسكر فورا باغتياله. إليس ناصف قتل في ملفات يعني كتيرة، سواء في المخابرات أو سواء في الجيش أو سواء على الشخصيات السياسية، خليها راكدة حاليا لحد ما يجي وقتها. وهذا السر دفع الدكتور خالد فهمي صاحب رسالة الدكتوراه في جامعة أكسفورد عن نشأة التنظيم العسكري في مصر، مترجمة تحت كتاب كل رجال باشا، أن يكتب على حسابه على الفيسبوك أن هناك عقيدة سرية للجيش لا يريد أن يفصح عنه. وهذا السر هو أن الجيش نتاج جريمة اغتصاب جيش مسيحي لمصر المسلمة. وكي يغفل العسكر عن الشعب المصري المسلم أنه ابن حرام، سمى نفسه الجيش المصري. الجيش بتاعنا المصري. الجيش المصري. واعترف العسكر بواقعة الاغتصاب لكن سموها زواج. فوزير خارجية العسكر قال أن علاقة الجيش الأمريكي المسيحي بمصر المسلمة هي علاقة زواج. العلاقات المصرية الأمريكية كالزواج، ليست نزوة لليلة واحدة. Well-founded. هو زواج مؤسس بشكل جيد. ومن قبل قال زعيم وفدي ان العلاقه بين الجيش البريطاني المسيحي ومصر المسلمه هي علاقه زواج كاثوليكي. لعل بعضنا يغضب لانني شبهت مصر بامراه وشبهت بريطانيا العظمى بالرجل، لان زواجنا بهم زواج كاثوليكي. ولكن كيف لجيش غالبيته الساحقه من المسلمين أن يكون جيش صليبي متعصب حقد على الشعب المصري المسلم؟ الإجابة نجدها في فيلم سينمائي بيجسد البطل فيه شخصية الليمبي. الليمبي هو الجيش في مصر بالظبط. ويتعامل الجميع مع المسجل خطر على أنه مأمور السجن وضابط الشرطة. قصة هذا الفيلم قصة حقيقية وضعها نابليون بونابرت قائد الجيش الفرنسي المسيحي الذي احتل مصر. واتضح من الأرشيف الفرنسي المترجم بعضه في كتاب نابليون والإسلام لمؤلف فرنسي أن نابليون بونابرت قال إن كان في نيته لو فتح مدينة عكا أن يكون جيشا مسيحيا ضخما غالبية قوامه من المسلمين. وشرح نابليون وفقا للمترجم في الكتاب هذه الخطة بأنه كان سيأمر جنوده الفرنسيين المسيحيين بأن يتظاهروا كذبا باعتناق الإسلام ويأمرهم بارتداء عمائم المسلمين، ثم يقوم بتجنيد أبناء المسلمين زاعما أنهم يلتحقون بجيش إسلامي، ثم يحارب بهذا الجيش المسيحي الذي يبدو في ظاهره في مظهر إسلامي، يحارب به المسلمين أنفسهم ويحتل بلادهم. أصبح اسمه الشيخ علي نابليون، كان بيروح يصلي معهم الجمعة وكان بيحضر خطب الجمعة وكان بيعمل حلقات ذكر، بل في بعض الفترات أشاع أنه أسلم، بدليل أنه لابس الجبة والأفطان والعمامة المصرية بتاع العلماء ودخل الأزهر. ونفذ الجنرال كليبر خطة نابليون فأنشأ جيشا من المسيحيين وكان في نيته أن يضم له أبناء المسلمين. جمع حوالي 2000 واحد وعمل منهم فرقة كتيبة كده ميليشيا وانضم للجيش الفرنسي ولبس حتى لبس الجيش الفرنسي. ووجد فلسفة غريبة جدا وراء هذا الجيش المسيحي، فدائما قيادة الجيش من عهد الاحتلال الفرنسي المسيحي لمصر حتى عهد السيسي لابد تكون القيادة في يد أشخاص مسيحيين الديانة والمولد والنشأة، ويكون التسليح اللي هو بمثابة الدم الجسم أي جيش لابد يكون مسيحيا من دولة مسيحية. إن إنجلترا مش عاوزة تدينا سلاح وخصوصا لا تدينا دبابات ولا أسلحة مضادة للدبابات عشان ما يجيش مرأة وقت من الأوقات ونحاربها. فعاد الاحتلال الفرنسي المسيحي لمصر كان القائد مسيحي هو الجنرال يعقوب حن، اسمه المعلم يعقوب ابن حن. وفي عهد السيسي وجدنا الخبراء الامريكان المسيحيين هم القادة الحقيقيين لقوات الجيش والمعسكرات والوحدات. First we must maintain the strength of this relationship to enable us to assist and influence Egypt's military leaders. وجدنا
أفادنا العقيدة السرية لهذا الجيش في كتاب الجيش القبطي لمؤلفه القمص متياس نص، وهو الذي يكلفه البابا بتنظيم كافة مظاهرات المسيحيين التي نشاهدها عند مزبره في الأماكن الأخرى في القاهرة. لما نقرأ هذا الكتاب نكتشف العقيدة السرية للعسكر، وهي مكونة من 5 أمور نضيف لها أمرا سادسا. أول مقوم في عقيدة هذا الجيش المسيحي قتال الشعب المصري المسلم، فكلما قام الشعب المصري المسلم بثورة ضد الاحتلال الفرنسي كان الجيش المسيحي يخرج ويتصدى له، ولبس حتى لبس الجيش الفرنسي وبدأ يحارب مع الجيش الفرنسي في المصريين، قتل عدد من المصريين في المقاومين للاحتلال الفرنسي. المكون الثاني في عقيدة هذا الجيش هو جعل مصر ولاية تابعة لدولة مسيحية، كانت فرنسا في ذلك الوقت والآن أمريكا. لكن هذا أدى إلى شرخ في المجتمع المصري، وأدى إلى عدم اطمئنان من قبل المجتمع المصري أن هؤلاء ماذا يصنعون بنا، هؤلاء يحاولون طعننا من الخلف. المكون الثالث لعقيدة هذا الجيش المسيحي القائم حتى اليوم هو نهب خيرات مصر. كان الجيش المسيحي يذهب إلى القرى ويأخذ كل ممتلكات المصريين لصالحه ولصالح الاحتلال الفرنسي، وكان الفرنسيون يستعملونهم في جباية الأموال من المصريين والفلاحين وأهل الصعيد وبقوة. والجيش القائم حاليا بيأخذ كل خيرات مصر ويديها لإسرائيل والأمريكا والأجانب. المكون الرابع في عقيدة هذا الجيش المسيحي قتال الشعوب الإسلامية المجاورة، فالجيش المسيحي هاجم أبناء القبائل العربية التي وفدت من الحجاز للدفاع عن الشعب المصري المسلم ضد الفرنسيين. يقول جبرتي: فسير السيد جيلاني جماعة المتطوعة من جدة في تلك السفن، فكان نحو من 4000، وكان السابقون قد خرجوا إلى ريف مصر فنزلوا بقنا يعني في الصعيد، فقيل لهم إن النصارى بمدينة سمهود قريبا منكم، فخرجوا نحو النصارى واقتتلوا، وكانت دائرة يومئذ عليهم يعني انهزم المسلمون، ففروا إلى قنا فحصرتهم النصارى ومدينة أبنود. وهو ما يقوم به العسكر حاليا من الدخول في مواجهات مع الشعب الليبي المسلم، الشعب الفلسطيني المسلم، الشعب التركي المسلم، الشعب الفلسطيني المسلم، الشعب السوداني المسلم. المكون الخامس في عقيدة هذا الجيش المسيحي هو تنصير الشعب المصري المسلم، وكانوا ينادون بذهاب دين الإسلام في الأسواق، وكانوا ينادون بتشجيع الفرنسيين، والتنصير منتشر حاليا أيضا بحماية قوات العسكر. This crusade. يعني بتفكر حتى في الاعتقاد يبقى حرية اعتقاد، حتى في الاعتقاد يبقى حرية اعتقاد. يعني وصلنا إلى حد إن إحنا يعني هيتفرض علينا التنصير بالسلاح، لا يبقى لازم نرد. ووجدنا مكونا سادسا في عقيدة هذا الجيش المسيحي الصليب المتعصب في ذلك الوقت وحتى اليوم، وهو إنشاء إسرائيل وحمايتها. استعصت هذه الأسوار هنا في عكا على نابليون ووجه نداء إلى يهود العالم: أيها الإسرائيليون انهضوا، فهذه هي اللحظة المناسبة، إن فرنسا تقدم لكم يدها الآن حاملة إرث إسرائيل. تحول نداء نابليون إلى خبر رئيس في الصحف الفرنسية. وسنخصص الحلقات المقبلة لنشرح بالتفصيل كل مكون من مكونات عقيدة العسكر منذ الاحتلال الفرنسي المسيحي لمصر وحتى الآن في عهد السيسي. تعالوا الآن نشاهد التأسيس المسيحي لقوات العسكر 10 مرات في 200 عام. القيادة مسيحية، السلاح مسيحي، الهيكل مسلمين. السيسي الأول لقوات العسكر على يد المسيحيين كانت على يد الجيش الفرنسي المسيحي وتناولناه كما أوضحنا. التأسيس الثاني لقوات العسكر على يد جيش مسيحي كانت في حملة فريزر عام 1807. الجيش الإنجليزي المسيحي جه مصر بالتعاون مع الخائن محمد بكي الألفي وعدد من جنوده، وانتظروه بحيث أن تكون القيادة مسيحية إنجليزية والهيكل من المسلمين. وهون أسقط في يد الإنجليز، لأنهم جاءوا بقرابة 6000 ونيف من العسكر فقط. هم جاءوا ب6000 فقط اعتمادا على مماليك سيقاتلون معهم، فلما رفض المماليك الطلب
التأسيس الثالث لقوات العسكر على يد المسيحيين كانت في عهد محمد علي باشا على يد ضابط فرنسي مسيحي هو جوزيف انتيلمي، وهذا الضابط تظاهر بالإسلام وأسمى نفسه سليمان الفرنساوي. وأكدت الملكة نازلي حفيدة هذا الضابط أن والدها ظل مسيحيا كاثوليكيا. سنة 46 هي كانت على شفا الموت، قررت أنها لو نجت من عمليات الكلى اللي كانت بتعملها في مايو كلينيك أنها هترجع لجين أبائها وأجدادها. طبعا بتشير إلى أن جدها سليمان باشا الفرنساوي ده كاثوليكي وفرنسي. يقول كلود بيك كبير أطباء الجيش في ذلك الوقت إن جوزيف هذا كان مسيحيا فرنسيا، وأنه خلال تدريبه للجنود المماليك في مدينة أسوان علم أن أحدهم قرر اغتياله لأنه لا يجوز للمسيحي أن يكون قائدا للمسلمين. فما كان من الضابط المسيحي الفرنسي عندما بدأ تدريبهم مرة أخرى إلا أن أعلن أمامهم أنه أسلم وتظاهر بالإسلام. والضابط الفرنسي المسيحي الذي اشتهر باسم سليمان الفرنساوي كان قائدا لقوات العسكر وقاتل المسلمين في الشام. ونلاحظ على قوات العسكر في عهد محمد علي أمرين: الأول أن القيادة كانت دائما في يد ضباط أجانب مسيحيين أبرزهم سليمان الفرنساوي، وذكر الدكتور خالد فهمي في كتاب كل رجال الباشا أسماء العديد من الضباط الأوروبيين المسيحيين. بينما ينقل تيموثي ميتشل وهو من الباحثين في نشأة الدولة العلمانية في مصر على يد محمد علي أنه أرسل قوات عسكرية بقيادة ضباط أوروبيين لسحق التمرد المسلح لقرية البعيرات في قنا وأحرقوا القرية وسووها بالتراب. التأسيس الرابع لقوات العسكر على يد جيش مسيحي كان بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر، عندما قام الشعب السوداني المسلم في ثورة كبيرة عجز عن قمعها الجيش البريطاني المسيحي. هنا جيش الاحتلال البريطاني قام بإنشاء جيش من المصريين قيادته مسيحية إنجليزية وتسليح إنجليزي مسيحي، وغالبيته من المسلمين توجهوا إلى السودان وقاموا بقتل أبناء الشعب السوداني المسلم. في ربيع العام 1883 أرسلت الحكومة المصرية قوة من نحو 13,000 إلى السودان تحت قيادة الجنرال الإنجليزي المتقاعد ويليام هيكس لسحق التمرد. باغت المهدي جيش هيكس المنهك بأكثر من 40,000 مقاتل، لم ينجو من جيش هيكس أكثر من 500 فرد، وكان من بين القتلى الجنرال هيكس نفسه. قبل أن يطوي العام 1898 أوراقه توجت ما أسماها القائد العام بالمشاعر الطيبة بين القوات المصرية والإنجليزية، توجت برفع العلمين جنبا إلى جنب على بقايا قصر الحكم بالخرطوم. التأسيس الخامس لقوات العسكر على يد جيش مسيحي كانت في الحرب العالمية الأولى. مصر. أنا كمان كنت في صدمة الحقيقة إني ألاقي في البريتش ناشونال أرشيف باعترافات القادة البريطانيين إن عدد الجيش المصري وصل إلى 1,200,000، ففرغت مصر من رجالها. وعسكر هذه الأيام بقيادة السيسي لما احتفلوا بهذا الجيش من الخونة في الحرب العالمية الأولى قالوا إن قادتهم حصلوا على وسام فيكتوريا. ومنح العديد منهم وسام فيكتوريا الذي يعد أرفع الأوسمة العسكرية التي تمنح للقادة الذين أثروا في تاريخ البشرية، وهو اسمه أصلا صليب فيكتوريا. إن اثنين من ضباط المصريين يحصلوا على فيكتوريا كروس من ملك بريطانيا. التأسيس السادس لقوات العسكر على يد جيش مسيحي كان قبيل الحرب العالمية الثانية. قام جيش الاحتلال الإنجليزي المسيحي بإنشاء الكلية الحربية وقام بتوسيع قوة الجيش كي يساعده في الحرب العالمية الثانية. ما ابتدت بقى يظهر بشائر الحرب العالمية الثانية ابتدى يدخل بقى أعداد كبيرة في الكلية الحربية. عام 1938 صدر أمر عسكري بتغيير اسم المدرسة الحربية لتكون الكلية الحربية. وكان قادة الأسلحة في ذلك الوقت إنجليز مسيحيين. اسمه تايب ليك من 33 ل 36 وده اول قائد للسلاح الجوي، اول قائد كان انجليزي. الاستعمار البريطاني بيسيطر على الايه، على الرؤوس، وملوش دعوه بالايه، باللي تحت ده كله. وكانت قوات العسكر انذاك تقاتل مع
القوات البريطانية تدافع عن الصليب الإنجليزي؟ يعني مساعدة القوات البريطانية في أعمالها يعني ضد العملاء والجواسيس والحاجات دي. يعني كنتوا بتعملوا لصالح الجيش البريطاني؟ طبعا. التأسيس السابع لقوات العسكر على يد جيش مسيحي كانت بعد استيلاء العسكر على السلطة عام 1952. الجيش الأمريكي المسيحي كلفهم بإنشاء جيش في مصر قوامه 1,000,000 جندي، قيادته أمريكية مسيحية، تسليحه أمريكي مسيحي. But you know, we, our population is 21 million inhabitants. We could raise up to 1 million soldiers. Well, that... إنشاء جيش وطني قوي. ده كان هدف من أهداف الثورة. And we, of course, as an American nation, we want to create a powerful military force in the Middle East, and we want it to be Egypt. We can supply the manpower, and we could through our budget also help in defraying the expenses. بل ان صفقة الاسلحة التشيكية عام 1955 استأذن فيها عبد الناصر من الامريكان وقالوا احنا موافقين امضى عليه، وفقا لما جاء في كتاب كنت نائبا لرئيس المخابرات العامة، والذي روى هذه الواقعة بالتفصيل وكيف ان جمال عبد الناصر ارسل ضابط المخابرات حسن التهامي لامريكا لاستئذانهم في هذه الصفقة فوافقوا له. التأسيس الثامن لقوات العسكر على يد جيش مسيحي كانت بعد هزيمة 1956. قام الجيش الروسي بتأسيس قوات العسكر بقيادة مسيحية روسية وسلاح روسي مسيحي. هل نستطيع أن نقول أن السوفييت بدأوا في تلك الفترة بعد 56 أن يلعبوا دور في بناء الجيش المصري؟ طبعا طبعا. فقال الجنرال: كلا، من الآن أنتم مفادون إلى مصر لتقاتلوا هناك بأنفسكم. وارتدينا البزة العسكرية المصرية بدون شارة، صرنا متماثلين في الرتبة. القرار بتاع إرسال الجيش المصري إلى سيناء في 67 ده قرار الاتحاد السوفيتي، وأنا قلت له هو ما قدرش يعمل حاجة لأن ما كانش عنده في هذه الأيام القدرة أنه يعمل أو يتخذ أي قرار على عكس ما يريده الاتحاد السوفيتي. التأسيس التاسع لقوات العسكر كان عام 1971. التأسيس هنا كان تأسيس بعقول مصرية مسلمة، لكن السلاح كان مسيحي، وهذا هو الجيش المصري الوحيد الذي عرفته مصر طوال 200 سنة وحقق نصر أكتوبر. كان نصر بنسبة 50%، لأن العقل كان مصري مسلم لكن السلاح مسيحي روسي. فلما بلغني أن الانتصار في شعار الله أكبر سجدت لله شكرا. التأسيس العاشر لقوات العسكر كان بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1978. أصبحت القيادة قيادة أمريكية مسيحية منتشرة في كل الوحدات والمعسكرات في الجيش تتحكم فيه تماما، والسلاح سلاح أمريكي مسيحي. Perhaps the answer is to be found with the lobbyists that Egypt pays to represent their interests here in DC. I saw top Egyptian generals put their finger in the face of U.S. congressmen and senators when they visited Egypt and said, you know, we do 100 things for you and U.S. security every day that you don't even know about. وفي عهد المجلس العسكري كان القيادة المسيحية الأمريكية هي التي أعطت تعليمات لقوات العسكر ألا تضرب الرصاص على المتظاهرين في ثورة يناير، وذلك لعدة أسباب سنخصص لها حلقات فيما بعد. عدد الاتصالات التي تمت ما بين وزير الدفاع الأمريكي ليون باناتا في ذلك الوقت ونظيره المصري المشير حسين طنطاوي في 4 أيام كانت منذ الفترة من 27 إلى 1 فبراير بلغت 11 اتصالا هاتفيا، منهم مكالمة عدت الساعة الكاملة. عادة هذا لا يحدث بين وزراء الدفاع. العلاقة بين البنتاغون ووزارة الدفاع المصرية علاقة قوية. بعد استيلاء العسكر على السلطة من الشعب المصري المسلم في 3 يوليو ظلت أيضا القيادة المسيحية الأمريكية والتسليح الأمريكي المسيحي في مصر قائما، بل إن وزير الدفاع الأمريكي المسيحي أصبح يتصل يوميا بوكيله في مصر السيسي كي يقود بنفسه قوات العسكر. نشرتم إيه؟ عملتوا في هذه المظاهرات؟ عملتوا في الكنائس؟ From
descending into civil war. Sisi also said that he speaks to Secretary of Defense Chuck Hagel every day. وجاء في برقية أخرى أن الولايات المتحدة قالت لمسؤولين عسكريين مصريين إن الجيش الحديث بحاجة إلى أن تتم إعادة تركيزه لمجابهة تهديدات متباينة مثل الإرهاب وتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل. والآن أصبح شخص مسيحي متطرف وطني بلير من فرسان المعبد هو الذي يقود زعيم العسكر الذي يفترض أنه يقود قوات العسكر. وتابعونا في الحلقات المقبلة كي نفصل تماما كيف تم وضع هذه العقيدة المسيحية